بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا الهمنا رشدنا وشد من عضدنا وانصرنا على أعدائك أجمعين يا ربنا يا كريم، واهزم الأحزاب. نعم أن جيشك هم الغالبون كما قلت لنا في القرآن العظيم، يا عظيم يا كريم يا ناصر يا عزيز. أما بعد، قلنا وجوه العناية الربانية بكليم موسى عليه السلام كثير، منها أن بعد له رجل كما كنت يعرف كلمة سيدنا موسى عليه السلام، احنا نقول توم المتعاطفين، يجري حث وصل المكان اللي قدره ربي باش يعلم سيدنا موسى عليه السلام أنه مطلوب، لأنه سبقتكم بالحديث، ما ذكرت لكمش كيفاش وقت اللي هو ماشي يرى في مظلمة ويرى أن القبطي هو الظالم. فاليهودي يعني من جنس سيدنا موسى عليه السلام، أنا أصرخ ويقول له نجني أعني أنقذني، فلطمه، قالوا هكا الرواية، قال لطمه هكذا. كان سيدنا موسى عليه السلام قوي البنية، هذا من فضل الله عليه وعلى عباده الصالحين كلهم، ولو مش قوي البنية قويين في العقيدة، ولهذا اللي يكبر يزلزل، ولو تكون الأرض بكلها يزلزل. نحن هكذا نحمد ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، نصر بالرعب مسيرة الشعب. نعود إن شاء الله.